المسؤولين البريطانيين يتسابقون في شكر مصر على مساعداتها لبريطانيا في مواجهة فيروس كورونا. السفير البريطاني يشدد بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مواجهة كورونا. طبقا لموقع اليوم السابع، نقلت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا لها حول إشادة السفير البريطاني في القاهرة بالتعاون بين مصر والمملكة المتحدة. وزير التجارة الدولية البريطاني جورج هانز أكد أنه وبعد اتصالات مكثفة مع السفير المصري لدى لندن طارق عادل وبالتنسيق مع السفارة البريطانية بالقاهرة السير جيفر آدمز، ستصل شحنة قفازات طبية للعاصمة البريطانية خلال ساعات. ووجه هانز وهو نائب أيضا عن دائرة تشيلسي وفولهام حزب المحافظين الشكر للشعب المصري على ما يقدمه من خدمات للإنسانية. وتقدم مصر تلك المساعدات انطلاقا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات. وكانت مصر أرسلت طائرة محملة بمليون ونصف كمامة طبية لإيطاليا نهاية مارس الماضي، وذلك في محاولة لمساعدة البلد الأوروبي من احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا بعد أن أصبحت أكثر الدول في العالم تعاني من الفيروس وتجاوز عدد المصابين بها الصين. وفي نفس السياق أعرب السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدمز عن امتنانه عن الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متمنيا له الشفاء العاجل وفقا لبيان من السفارة البريطانية اليوم. في غضون ذلك أعرب وزير الخارجية البريطاني رون دومينيك عن امتنانه للحكومة المصرية لما أبدته من مرونة وكفاءة في المساعدات على عودة أكثر من 13 ألف سائح بريطاني خلال الأسبوع الماضي. قال وزير الخارجية البريطانية أن التعاون الممتاز بين البلدين خلال الأسابيع الماضية كان مثالا على نوع الشراكة المتفق عليها بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء جونسون عندما التقيا في لندن في يناير 2020. قال جورج هانز نائب البرلمان البريطاني ووزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة التجارة أن مصر تستعد لإرسال شحنة ضخمة من المعدات الوقائية إلى بريطانيا لمساعدتها في مواجهة تفشي وباء كوفيد-19. وأضاف في تغريدة على حسابه على موقع تويتر أخبارا جيدة لمعدات الوقاية الشخصية بعد عدد من المكالمات مع السفير المصري والكثير من المشاركة من قبل السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدمز والسفارة البريطانية في القاهرة وفرق وزارة التجارة البريطانية. عدد كبير من العباءات الطبية في طريقهم إلى المملكة المتحدة، شكرا لك يا مصر. ومن جانبها أعادت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ليز تروس مشاركة التغريدة نفسها على حسابها على تويتر متقدمة للشكر لمصر، وأرسلت مصر مساعدات إلى أكثر الدول تضررا مثل الصين وإيطاليا.